نروح لرامي ربيعه مدافع منتخب مصر واللي اكد ان المنتخب قدم مباراه كبيره قدام موريتانيا واستحق الفوز، مشيرا الى ان المنتخب بيمتلك لاعبين على اعلى مستوى وان في ثقه من الجهاز الفني في اللعيبه والتركيز هيكون على اللقاء اللي جاي من اجل التاهل الى نهائيات كاس الامم الافريقيه بصوره رسميه. قال كمان ان الكل اتعود على تسجيل منتخب مصر في الدقائق الاولى من اللقاء، لكن منتخب موريتانيا بيملك لاعبين مميزين وفريق جيد جدا، وفي النهاية نجحنا في الشوط الثاني في تسجيل هدفين وخطف النقاط الثلاث من اللقاء.